بدون أي تبرير. اي نعم بدون أي تبرير ابشر. شاركت في برنامج جنتل متأثر بمشاركة غيري؟ لا حلو، وضح سؤالك طيب للمشاهد مو لي. ما أحتاج توضيح. يعني متأثر بمشاركة الغير يعني نجاحات اللي قبلي؟ يعني في ناس قبلك شاركوا، أنت تأثرت بمشاركاتهم وشاركت. تأثرت من أي ناحية يعني؟ من إبداعهم يعني؟ شندب برباح. شوف صدق صدق ولا صدق. أنت غبي. ما أنا بغبي. قول لي ولا لا وخلاص. تأثرت من أي ناحية؟ سواء إيجابية، أكيد أنت ما راح تشارك إلا أنت متأثر إيجابياً. يعني واحد مأثر عكس سلبياً بتشارك؟ إيجابياً في ناس. تبعص أم المقدم اللي جاي يقدم عندك. في إيجابياً في ناس في وايد. أيوة. أقتدي بهم. يعني تقتدي بالسلبي؟ لا تقتدي بالايجابي؟ إيه؟ خلاص خلاص جاوبت على نفسك. حو حو يا ابو هتان ازه الحين الحين برد خطرك. طيب ابو هتان، الموهبه سبب في المشاركه سباك ايش؟